يقول: أديت فريضة الحج منذ 3 سنوات، وكان حجي قارن بعمرة، وأتممت مناسك العمرة، وذهبت لأداء مناسك الحج، وعند طواف الإفاضة أخرته مع طواف الوداع، وبعد إتمام المناسك دخلت الحرم ولم أؤدي الطواف، وذهبت إلى جدة لشراء بعض الأغراض، ثم عدت في نفس اليوم وطفت من يومها، وخرجت من مكة حتى يكون آخر عهدي بالبيت، وعلمت الآن بأنه كان يلزمني سعي قبل طواف الإفاضة والوداع، وجهوني في ضوء هذا السؤال. هذا الرجل من أهل حائل. نعم. ومفهوم من سؤاله أنه عندما نزل من منى مستكملا المناسك لم يطف طواف الإفاضة لأنه أخره للوداع، ولم يسعى بين الصفا والمروة، ثم خرج إلى جدة لحاجة ورجع وطاف ومشى. نعم. فبناء على سؤاله حيث قال إنه كان قارنا بين الحج والعمرة، وقد طاف وسعى أول ما قدم، نقول له: لا سعي عليك، لأن القارن إذا سعى بعد طواف القدوم كفاه عن السعي بعد طواف الإفاضة، ولا حرج عليه أيضا حين خرج من جدة قبل أن حين خرج إلى جدة قبل أن يطوف للوداع، لأن جدة ليست بلده، فهو في الحقيقة لم يغادر مكة إلى بلده أو محل إقامته، ولكنه رجع ثم طاف للوداع، رجع من جدة ثم طاف للوداع وسار إلى حائل مقر عمله، وهذا العمل لا بأس به. بقي أن يقال إنه قال في كلامه إنه قدم إلى مكة وأدى مناسك العمرة، مع أنه يقول إنه كان قارنا بين الحج والعمرة، والظاهر أن مراده بقوله أديت مناسك العمرة أنه طاف وسعى، فظن أن ذلك عمرة مستقلة، وإلا فهو على قرانه. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ.